segmento. الامس كيو على الخواص العامة دي.
خلي بالكوا انا اللي كاتبه الشابتر بتاع الكتابيه في الكتاب، فكتبه مبسط جدا، يعني هتلاقي حتى اللانجوج بتاعته سهله. طيب لو سمحت، الجنرال كاركترز اول كلمه الاورجن طالع منين؟ اشتغل يا ايه يا ايه يا ايه؟ يا اندوديرمال زي فين اشتغل؟ يا اندوديرمال زي اللي فين؟ سكارف وانترستد يا ميزو ترم. ميزو ترم دي نقف عندها. الميزو ترم يا ولادي بلاقي لي حاجه اسمها سيروس ميمبرينز. اسمها ايه تاني؟ ميمبرين يعني ايه؟ رشاد. شايفين يا جماعه الاورجنز دي بيبقى محاطه بميمبرين. خدتوا اللانك في غطا عليها اسمه ايه؟ الغشاء البلوري بالانجليزي بلورا. طب هو ده داخلي قوي؟ هو ده جوه اللانك؟ هل هو خارجي قوي زي سكين؟ ولا دي تعتبر طالعه من الطبقه الوسطى الميزوديرم؟ هم ثلاثة بي، بلورا بيريكارديان بيريتونيه. كلهم معاك تاني. بلورا الغشاء البلوري ده بيحب مين؟ باللانك. بيريكارديان، حد يقول يعني ايه بيري؟ حول. كارديان يعني هو اللي هو العربي غشاء الطيور. طيب حد يقول لي البيريتونيوم ده بيحب ايه؟ اراوند مين؟ كل ما هو داخل البطن ستومك انتستن ده اسمه بيريتونيوم. خدت بالكوا الثلاثة دول مش ده غطا خارجي لأورجن داخلي؟ دي ما طالع منين؟ ميزوديرم. مين يقول بقى بسرعة؟ هي أول خاصية دي بتاخد وقت. الأورجن أيدر إنتوديرم أو ميزوديرم أو إنتوديرم. طيب حد يقول لي بقى الإبيثيليا مدورة عن معلش تيجي في لكم بص أنا بشارتين. شايفين هنا في خلايا؟ إيه رأيك في الخلايا دي؟ في مسافات بينها؟ ولا المسافات مينيمال؟ يبقى السيلز هي فورم اوف سيلز وذ مينيمال انتر سيلولار سبيس. يعني ايه انتر سيلولار؟ مره طالب لطيف قوي قال لي قول لي طلع الوش تبقى جوه. طبعا انتر انتر جوه دي بحرف الاي، انما الانتر هنا بحرف ايه؟ الاي معناها ان بتوين. يبقى المسافات بين الخلايا ايه؟ سمعني؟ طيب خدتوا بالكم مين شاطر قوي ملاحظه ان السيلز دي ليها سطح حر كده وتاني القاعده بتاعتها قاعده على غشاء قاعدي اسمه بيسمنت ممبرين. اسمه ايه؟ هسالكم سؤال واجابته انا عارفه مش لطيفه بالنسبه لي لكن لازم اساله. حد شايف البيسمنت ممبرين ها؟ طب بص عليك انا. مين اوضح؟ يمين ولا شمال؟ شمال. عشان هو ادخل ولا ارفع؟ استنى بس بقى دايما التخين واضح انما لما يبقى رفيع يبقى البيسمنت من السيلز ريست اون بيسمنت من بي which may be clear او not clear. امتى يبقى clear؟ لو تيك بيسمنت. لكن لو رفيع يبقى معانا دكاترة. بص بقى الحتة دي مش قادر أقول لكم كم من أسئلة عليه. حد يشوف كده أنا رسمة الإبيثيليوم ده تحتي بيبقى فيه سي تي اختصار إيه؟ يا جماعة شايفين ده بلاد فيزن؟ شايفين تحت الدايرة الحمراء دي بلاد فيزن؟ هل قدر يخترق الإبيثيليوم؟ يبقى مين ما يقدرش؟ بلاد فيزن. لكن مين يقدر؟ شايف الخيط الازرق ده؟ النيرفز. يبقى البلاد فيسلز كانوت بنتريت ذا ايبيثيليوم او كانوت انتر ذا ايبيثيليوم. امال واحد طالب لطيف قوي قال امال ياخد الفيسلز ازاي؟ بالفيوجن. منين؟ من الفيسلز اللي تحت في الكونكتيف تيشو. يسحب. يا جماعه لو انت فاهم لو الايبيثيليوم ده عده صفوف دكتور خليك معايا يبقى مين اكتر سيلز يوصل لها غذاء حلو؟ اللي تحت وكل غطا اللي فوق يقل فيبقى حجم الخلايا هيصغر. هي دي قيمه اني اقول لك انه ايه بس يعني ايه كده؟ مين ما يقدرش يخش؟ لا بلاد فيسلز ولا لينفز. طيب لكن مين يقدر يخترقه؟ بدليل هو سعادتك ماشي يا جماعه يعني هو احيانا ما بحبش التسجيل عشان اقدر اتكلم براحتي انما زي بعض. ثانية واحدة حبيبي شوية ما بيهمناش. طيب
هو مش انت بتحس بنوع واحد من الاحاسيس؟ انا بحس باحاسيس كتير. ده دليل ان مين بيخترقه؟ النفس. في سنسور نفس تقدر تخترق الابيثيليوم ولا لا؟ يبقى مين كان بنتريت ومين كانت؟ البلاد فيسلز كانت، لكن النيرفز كانت. ثم اخيرا في حاجتين فاضلين. الابيثيليوم ده ليه هاي باور اوف ري نيوال او ريجنريشن. يعني ايه رينيوال؟ طب نيو جديد، طب رينيوال اعادة تجديد. يا جماعة مش انتوا بتستحموا؟ لا ده سؤال ده طبيعي، ما تستحموا. طب بلاش تقول خليك لطيف. طيب بتستخدم ايه؟ بيستغربوا بيسألوني بيستخدم ايه؟ المفروض تبقوا عارفين. ده انا بشاورك بيه. خليكم طالب بيستخدم جديد ولا لا؟ طب كده ابيثيليا الخلايا الميتة تقع ولا لا؟ طب مين يجددها على طول الخلايا اللي تحت؟ ما هو الابيثيليا اللي ينفع نوع نير؟ بتاع سكين؟ ده اعلى نوع للحماية الجسدية. طب وانت بتستحمى بتقع على الخلايا اللي فوق ويحل محلها من تحت. طب بلاش ستومك. يعني ايه ستومك؟ المعدة فيها اتش؟ طب البطانة دي طول الوقت الاتش ال يحرق ويتكون الخلايا دي. يبقى دايما في هاي باور اوف ري جنريشن او ري نيول. احسن حاجه تتصلح هي طيب. ثم بقى انا مخر الصفه الاخيره دي، هو كانه بقول وظيفته ايه؟ الابيثيليوم ده ممكن يكفر سيرفيس زي زي سكين، ممكن تو لاين كافيتي زي ستومك او انتس. هو يا جماعه لو بيغطي سطح او بيبطن سيرفيس ده اسمه سيرفيس ابيثيليوم. ده اسمه ايه؟ طب برضو عايز اعلمكم حاجه يا ولادي. حد شايف الكوره دي؟ هنا اهو كفر سيرفيس اهو، وهنا ايه؟ لاين كافيتي. حد شايف دي؟ دي الوحده بتاعت الغدد اسمها اسيناس جمعها اسيناي. اسمها ايه تاني؟ مين شايف دي؟ يا درجة بتفتح فيها قناية بتصب الإفراز على بره ولا لا؟ مين خد باله إن في نسيج تلاقي مبطنها ولا لا؟ لاين بإبيثيليوم. يبقى الإبيثيليوم هنا لو أنت فهمت وظيفته إيه؟ أنا بجلاد سكريشن، ويطلق عليه جلانجولار إبيثيليوم. اسمه إيه تاني؟ على فكرة أنا بقول لك عناوين الشخص في سيرفيس إبيثيليوم ده بياخد محاضرة ونص. في جلانجولار إيه؟ ابيثيليوم. في ابيثيليوم ليه قدره على الكونتراكشن بسميه ايه؟ مايو ابيثيليوم. عارفين مايو؟ ام واي واو معناها عصب. يبقى مايو ايه؟ لو ليه قدره على الكونتراكشن اسمه مايو ابيثيليوم. ثم اخيرا في لو بستقبل احساس في عصب بيخش اسمه نيورو ابيثيليوم. لو هو بيستقبل سنسوري نيرف يبقى اسمه ايه؟ طب انا النهارده محاضرتي على اول نوع سيرفيس ابيثيليوم. مين يعرفه؟ ده الابيثيليوم اللي هو يا اما ايه يا اما ايه، يا اما كفر سيرفيس يا اما لاين كافيتي. عشان تعمل اسئله نوعين كبار، ويا رب النهارده نقدر نخلص اول نوع. لو هو مكون من وان لاير اسمه بسيط سمبل ابيثيليوم. طب لو ماني لايرز اسميه ستراتيفايد، بالعربي مصففه كذا صف فوق بعض. اسمها ايه تاني؟ ستراتيفايد مصففه. طيب حد من ولادي بقى يقول لي المنظر ده دي كلاسيفيكيشن سيرفيس ابيثيليوم. قسمناه سيمبل وي ستراتيفايد. في جلانجيولا بيعمل سكريشن، نيورو بيستقبل ايه؟ سنسيشن، مايو كونتراكشن. هنبتدي مين دلوقتي؟ هنسيب المايو دلوقتي. هنبتدي بالسمبل ابيثيليوم. سمبل يعني كام لير؟ عايز اعلمكم بقى ان احنا بنقسمه تبع شكل الخلايا، تبع الشيب اوف ذا سيلز. يعني لو الخلايا مكعبات سمبل كيوبيكال، لو الخلايا كولنز اعمده سمبل كولن، لو الخلايا مفنطحه زي القشره سمبل سكويمس. عايز اعلمكم كلمه سكويمز معناها سكيلز خشونه.
مشهور حجر من رفعها عامله زي القش. مين يقول لي معلش اسم سكويمرز ده كان ليه؟ لا ده انت هتحفظها قبل ما تقوم اشتغلت. ها كمليه وان ليه خدت بالك السنز فيري فلات يعني القريب يا دوبك شايفها فيري فلات سنز. ودكتور الفلات سيل يبقى ليها فلات ايه؟ عاده النواه بتاخد شكل الخلايا وبرده القاعده دي عاده النواه بتحب الحته الواسعه في الخلايا خلاص الوايد سبوت. طيب مين من ولادي شاطر بقى يوصفوا لي تاني كم لاير بتاعته؟ وان لاير وان لاير اه فلات سيلز وليها فلات نيوكليس. طيب مشكلتنا في الابيثيليوم ايه يا ولاد؟ ان كل لون في اماكن مختلفه كتير في الجسم. والطلبه في الاخر ده انا باخد السيمبل اهو بتاع خمس ست انواع كل نوع ليه كذا مكان مختلف. والمره الجايه اخد ايه؟ بدل سيمبل اقول ايه؟ ستراتيفاي برضه كذا نوع وكل نوع ليه اماكن مختلفه. تيجي بقى لو انت مش فاهمها زي كله في الاخر ايه؟ دخل. واحنا بنموت في الشفوي نسال على الاماكن دي. عشان ايه الفرحه دي؟ طيب علشان اشوفك فاهم ولا لا؟ ما في طلبه حفيظه. في طلبه هو حافظ بس هو فاهم. اللي فاهم عمره ما ينسى. انما اللي حافظ بدون فهم طول الوقت عايز ايه؟ يراجع كده. نعم؟ يا جماعه احنا كنا في الاول مولعين نص الاجهزه وكنتوا حرانين. دلوقتي بيقولوا بدانين. مين اللي بدان يرفع ايده؟ انا مولعين من المحاضره عوض. بالعكس دي بنجيب مش يبقى فيري سموث. عايز اعلمك بقى تفهم الفانكشن ام تالف مكانه. كون انه ناعم املس يبطل مين؟ حد شايفني انا رسمه الاماكن هارت والبلاد بزنس. على فكره انا ممكن اسيب لكم الورقه دي بالتصوير هنا في الكليه. دي رسمه جميع انواع الابيثيليوم ورسمه اماكن كل نوع. مش دي سهلها لكم؟ ايوه. طيب ممكن تسيبوا بقى لفئتكم وتتابعوني دلوقتي. اول نوع اسمه قلنا سيمبل ايه؟ سكويمس وصفناه. اولا فيري سموث ولا لا؟ استنى بقى هو على فكره اول نوع ده جاب دلوقتي كله. فيري سموث سيرفس فور ايزي باسج اوف فلويدز. مين المقصود بالفلويدز هنا؟ الدم يبقى انا فين؟ انت عارف لو في خشونه ما هواش ناعم يحصل لطخه. خدته في الجبال في الفسيولوجي. لا معلش انا طول عمري بالنسبه لي هباب. عشان دي نيجي في الام سي كيو اي نوع اللي بنطلق عليه اندوثيليوم يبقى عايز ايه؟ سيمبل سكويز بتاع مين؟ انهي مكان؟ بتاع البلاد فيسلز. حد يقول لي بقى لما هو بس ناعم ولا فيري ثين كمان؟ مدام رفيع قوي يبقى ايزي اكستشينج اوف جاز يعني تبادل غازات. مين بقى فيكم يعني ثروت كده يقول لي تبادل غازات ده بيتم فيه؟ اكستشينج اوف جاز بيتم. محدش يقول لي لا الارض فيها 100 حاجه. انهي حته في الارض؟ الفيولاي اللي هي بالعربي الحويصلات الهوائيه بتاعت الرئه. لانج ايه تاني؟
الفيولار عشان يبقى ايزي اكسشينج اوف ايه. فكل رفيع كده برضو بيعمل ايزي فلتريشن اوف يورين. دكتور ترشيح البول مين بقى في الكيدني؟ تسمعوا اني الحته الليفرد اربع حتت في محفظه بومن اللي انا متقل عليه. بومنز كبسول، سمعتوا عن الكلمه دي؟ اسمها ايه تاني؟ بومنز كبسول اوف ذا كيدني. خلي بالك انا رسمه ليفرد بس متقل عليه محفظه بومن. لا معلش ثانيه واحده. ذا ايزي فلتريشن اوف يورين. طيب حد فاكر الاغشيه اللي بتحيط بالاورجنز؟ حد فاكر الثلاثه فيه؟ بلورا، بيريكارديوم، بيريتونيوم. برافو. الثلاثه دول مبطلين بسمبل سكويرز. عارفين ليه؟ كاتب لك في الكتاب ايزي موفمنت اوف اورجنز. طيب انا عايزه امثل الحته دي مع اي حد يتبرع كده المساله. اوعى تكون معقد. شكلك يعني امير. انا لونج. انا لونج. خدتوا يا جماعه بلورا لسه؟ لسه. البلورا لما تاخدها في الاناتومي تو لايرز. طبقه لازقه على اللونج اسمها فيسترال لاير، وطبقه على جدار الصدر من جوه، عارفين تشست بول من جوه. دكتور يبقى كملت؟ هدومي دي الطبقه اللازقه عليا. طب هو انا اللي هتحرك. يا جماعه اللنج بيحصل فيها شهيق وزفير. انسبيريشن واكسبيريشن. لما بيحصل انسبيريشن ايه رايك؟ بنقرب قوي كده ولا تو لايرز؟ بعدين لما تقرب كده لازم هنا وهنا يكون ارفع نوع من الابيثيليوم والا يحصل فريكشن احتكاك. يبقى مين يقول لي كده سهلت حركه الاورجن ولا لا؟ عشان تعمل ايزي موفمنت اوف اورجنز. يبقى انا فين؟ كان في سي رسم بريز. حد يفكرني كده لما بدانا الكاركترز، حد يفكرني سي رسم بريز يقول طبعا من انهي لاير في الجنين؟ ميزوديرم. عشان كده لو انا في السي رسم بريز بدلعها اسميها ميزوثيليوم. ده سؤال ام سي كيو على طول. مين الابيثيليوم اللي بنطلق عليه ميزوثيليوم؟ ما حدش رد. سمبل اللي فين؟ في السيروس مبريز. مين الثلاثه سيروس مبريز؟ لا انا مش سامعه. فلورا، بريكارديوم، بيريتونيوم. نعم. سيروس يعني سائل ماء. هو ما بين التوريز دول بيبقى فيه سائل، بس انا بقول ميمبرينز دي اسمها ايه؟ سيروس ميمبرينز. على فكره انا مش عارف المين ده كده ملهوم كله تاني. سمبل ابيثيليوم. سمبل يبقى كام لاير؟ وان لاير. قسمناه اكوردنج لايه؟ شيك اوف ذا سيلز. اول نوع اسم. انا بشتغل بقى سمبل سكويرز عشان في معلومه غلط. سمبل سكويرز امسكوا بسرعه يبقى كام لاير؟ وان لاير. الفانكشن بقولها مع السايدز فورم فيري سموث سيرفيس. يبقى لاين مين؟ عارفين كلمة كارديو فاسكولار سيستم؟ انهار تو اول بلاد فيسلز يبقى هو هيطلق عليه اندوثيليوم. طيب الايزي ما دام رفيع يبقى ايزي اكسشينج اوف جاز. انا فين؟ لاينينج اللونج الفيولار. طب ايزي فلتريشن اوف يورين. على فكره نسيت اقول لك في اللنج البيولاي بيسموا الابيثيليوم اللي هو سيرفيس كوينز ده نيوموسايتس. وعلى فكره نيومو اولها في سايلنت. يمكن اللي مش شايفها اهي، شايف الكلمه دي؟ على فكره نيومو يعني هواء. الخلايا الملامسه للهواء. تبقى فين؟ في اي حته؟ في اللنج البيولاي. يبقى الاب مين يقول ايه؟ سمبل سكويت. كلمة نيوموسايتس تطلق على مين؟ سمبل سكويت لايننج اللنج الفيولار. وكلمة نيومو يعني ايه؟ هوا. دكتور ايزي موفمنت اوف اورجنز. سي ايوه كده اسحب معايا لايننج السي راس مبريز. مين الثلاثة سي راس مبريز؟
اللعب نسميه ميزوفيليا. انا كده خلصت قوي اسمه ايه تاني؟ النوع سمبل سويتس. ننقل على النوع اللي بعده اسمه سمبل كيوبيكال ايبيثيليوم. مين شاطر يقول يعني ايه سمبل؟ وان لاير. يعني ايه كيوبيكال؟ هي مكعب. عارفين مكعب بيسري كذا وجه كده. بس انا باخد قطاع يا دكتوره، هيبقى المكعب ولا بان زي يكون مربع كده؟ يعني مين قد مين؟ عارفين كلمه ويدث العرض قد الهايت قد الارتفاع. طيب مين شاطر من ولادي يقول لي النواه فين؟ يبلس فين؟ ما انا قلت في الحته الواسعه. في الحته الواسعه سنترال وشكلها راوندد. انا وصفته. مين من ولادي يوصفه؟ كم لاير؟ وان لاير. كيوب لايف سيلز او كيوبيكال ايه؟ سيلز انيوكس سنترال وراوند، لكن في السكشن يبان سكوير شيب. يعني مين قد مين؟ الويدث قد الهايت. طيب النيوكس قلنا فين؟ سنترال وراوند. فانكشن بقى ركز قوي عشان الحته دي عايزه افهمها. مكتوب ايه؟ سكريشن اند ري ابسوربشن. هل يعني ايه ابسوربشن؟ امتصاص. يعني ايه بقى ايه ابسوربشن؟ هو الامتصاص الاولاني في الاسمنه بيحصل فين؟ ابسوربشن بيحصل في الانتستن. انا عارف. طب ري ابسوربشن في الكدني، في الكليا. فين يا حبيبي في الكدني؟ الكدني فيها حاجات كتير. انابيب بتاعت الكلى. كدني تيوبيولز. انا قلت تيوب ولا تيوبيولز؟ يعني حاجه متناهيه في الصغر. حد شايف انا متقله هنا على البونس كبسول ولا على الانابيب المتعرجه دي؟ هل مكتوب عندك كونفليوت تيوبيولز؟ كونفليوت يعني ايه؟ متعرجه كده. انت عارف في الانبوبه دي طولها مثلا سنتي ونص 15 ملم موجودة في حيز يتشاف تحت الايه؟ مايكروسكوب. اذا دي حاجة متناهية في الصغر ولا لا؟ او في روح. فلازم تبقى ايه؟ كونفليوت عشان هي طويلة وموجودة في حيز. ولادي طب دي فهمنا ري ابزوربشن، يبقى انا في الكدني ايه؟ ري ابزوربشن، يبقى انا في الكدني ري ابزوربشن؟ كدني ايه؟ تيوبيوتس. طيب لما اقول سكريشن، مين من ولادي شاطر يقول لي سكريشن يعني افراز؟ يبقى انا فين؟ في الجلانس. حد فاكر الوحده بتاعت الجلانس سميتها اسينس جامعه اسينوي لسه قايلنا. طب ملاحظ ان الخلايا دي مكعبات ولا لا؟ شايفين لايننج الاسينوي دي مكعبات عشان دي وظيفتها سكريشن. طب ملاحظين الكوره دي طالع منها ضغط قناه عشان تصب تبو السكريشن فيها؟ حد شاطر من الوقت بقى يقول لي يبقى انا لايننج الاسينوي وسمول ضغط بتاع جميع الاكسوكراين جلانس. مين شاطر في الولاد يقول يعني ايه اكسوكراين؟ يعني ايه اكسو؟ بره. كراين يعني غده. يعني الغده اللي بتصب افرازها في قناه على بره. دي اسمها اكسو ايه؟ طب لو هي صماء ملهاش ضغط فبتصب في الدم داخليه في الدم اسميها اكسو ولا اندوكراين؟ طب وانا محتاجه في الاندوكراين ان يبقى شكلها مكعبات؟ يا دكاترة بص معايا، لو هي اندوكراين ادي السيلز اللي بتفرز اهي شكلها مثلا مدورة وهتصب فين؟ في بلود فيسل. مش محتاجة تاخد شكل ايه؟ ولا حتى تاخد ويبقى ليها بيز مبرين والكلام ده الا الغدة الدرقية. مين يقول لي الغدة الدرقية بالانجليزي اسمها ثايرويد جلاند؟ اسمها ايه تاني؟ فين؟ شاورت جسمك كده؟ هنا الجزء الامامي منك. الغده الدرقيه دي معروف انها بتخزن الهرمون جواها. اسمع يا دكتور، بعد ما تصنعه تخزنه شويه جواها. بتخزنه في حاجه اسمها ثايرويد فوليكل. بص بص الكوره دي مبطنه بايه؟ انهي ايبيثيليوم؟ سيمبل. عشان دي اللي بتصب الهرمون. البقعه الحمراء اللي جوه دي ده الهرمون اللي اتصنع جوه. يبقى بيسموها الحوصله بتاعت الثايرويد. ايه ده ايه ده؟ بص على رسمه وانا عايز حد نبيه يستخدم مخه. الفرق الاساسي بين اسينس وفوليك. بالظبط اللي ليها ضغط اسمها ايه؟ اسينس. انما الفوليك دي لانها ملهاش ضغط ملهاش قناه صبع.
هي ليها الطريقه بقى انا بحسن هرمون من الصوره اكتر ولا ايه اكتر؟ اسالك سؤال شغل مخ. طب ولما احب يتنشط اكسر، انا مش قادره اقول لكم حب ابو ذات قلبي ازاي في اللحظه دي يا جماعه. فاكرين السل احد وظائف اللايزوم انها بتكسر الان اكتف هرمون تحوله لاكتف فور ده في قلبي وده في الثيرويدس. طيب مين انا خلصت من الكيوبيكال، مين من ولادي بقى كده يقرب كده؟ يلا سيلف كيوبيكال كام لاير؟ وان لاير اوف يو لايك سيلز. يا جماعه يعني مين قد مين؟ الهايت قد الويت دكتور النيوكليس سنترال بشكلها راوند فانكشن سكريشن اند ري ابسوربشن. مين يقول سكريشن يبقى انا فين؟ لايننج الاسيناي. واول بوكس طلع منين؟ طلع من الاسيناي بتاع كل الاكزوكراين جاز. عارفين مثلا غدد نكافيه اسمها باروتيد مثلا يعني كل السليفري جاز غدد اللعابيه مثلا مش دي اكزوكراين؟ طيب يبقى قنوات على طول او هي طالعه من الاسيناي والاسيناي مغطاه بسيرتك. لقيت مين بس من الاندوكراين؟ ثيرويد. على فكره النهارده في حته شرحه كده والولاد هيزعلوا مني ويمكن ما يحضرونيش تاني ده لو معقدين، لكن لو طبيعي لا واضح حقيقه. نقينا مين من الاندوكراين؟ ثيرويد فولكس ري ابسوربشن. يبقى انا فين؟ مش سامع. اوعى حد يقول لي كني بتنرفزني قوي. انا ايه ده من كلام؟ كني تشوبيوز او كونفليوتد تشوبيوز اوف ذا كني. ما معنى كلمه كونفليوتد؟ متعب. طيب على فكره نخش على النوع الثالث. ده صديقي، ده صديقي سامبل كولام. لا فكرني بسرعه يعني ايه سامبل؟ طول كولامنر خلايا طويله زي العمود كده. مين قوي ملاحظه يقول لي النيوكليس فين وشكلها ايه؟ حد شايف هنا؟ النيوكليس بيزل واوفر. طب انا فاهمه اوفر دي، قول لي اوفر دي خلايا طويله فالنيوكليس واخده شكلها. طب ليه بيزل؟ استنى ثانية واحدة، أعرف الفانكشن أما ألف لي بيزل أفهمها. يا جماعة الفانكشن برضه بص كلمة دي سكريشن أند أبزوربشن. سكريشن أند إيه ده؟ أنا قلت ري أبزوربشن ولا الأبزوربشن أساس بقى؟ أنا في الجي أي تي. حد يعرف يعني إيه جي أي تي؟ جاسترو سباينال فات. فات يعني قولين. جاسترو معدة ستار. انتستن سامعاني يا جماعه؟ انت قلتي سكريشن وابزوربشن. لو انا في الستومك يبقى وظيفتي ايه؟ سكريشن مش المعده بتعمل اتش سي ال وبتعمل شويه انزيمز الكولام السيلز اللي بتعمل. طب لو انا وظيفتي سكريشن مين اهم اورجانيل؟ سكريشن يبقى مين اهم اورجانيل جوه الخليه؟ جوه الخليه يبقى في ويل ديفلوب جولجي دايما يا جماعه. لما تلاقي النواه مش في مكانها الطبيعي يبقى مين زقها؟ عدد 90% فالجول جوزي. ايوه كده تمام. يبقى سبيد ويل ديفلوب جولجي فهو بوشنج مين؟ النيوكليس داونورد. طيب حد من ولادي شاطر يقول انت قلتي سكريشن وين؟ سكريشن انا في ستومك مش قصدي بلانز، انا قصدي ستومك. دكتور ابزوربشن انتستن. طب انا عندي سمول انتستن ولارج ايه؟ طب ابزوربشن اكتر في مين؟ في سمول. شاطرين قوي. وعلى فكره حد فاكر مين اللي بيزود السيرفس اريا فور ابزوربشن؟ لو انا كولامنر سيل اهو في الانتستن تلاقي السيلز بتاعتها مزوده بالصواجع دي اسمها مايكرو فيلر. يعني زي كراش بودر كده زي كودي فورشه كده شعر عليها مش شعر سيليا حاجه قصيره خالص كده. شرشره دي اسمها ايه؟ مايكرو انكريز سيرفيس اريا فور. طيب دكتور انا عندي قاعده جهاليه ذهبيه تقول لي لما حاجه تفتح في حاجه تكتسب نفس الابتدائي. طب استنى استنى هو مين اللي بيوصف في الانتستن؟ اتفضل قولها لي بقى بالعربي بالانجليزي بالعربي.
على فكره عايزه اطمنكم بحاجه في الشفوي. الشفوي ده اختبار هتعامل العيان ازاي. يعني في طالبات في الشفوي مش فاكره حاجه يعني اصلا مش معقول يجي لك عيان في العياده البرزنتيشن بتاعتك بالشفوي مهم. عشان كده في الابر ييرز عارفين يا ولاد البكالوريوس كده بيروح ببهجة الولد والبنت بتروح فورمال، يعني ما تروحش بقى في حاجات كاجوال قوي. يعني هبقول لكم طبعا السنة دي لسه ما فيش بيدر ولا حاجة. إنما ما ينفعش تروح بشورت. ما والله في طبعا عارفين الشورت الطويل ده وبتاع يعني رايح أنت رايح نادي. أنت رايح تتعامل مع عيان. دي بروفة للتعامل مع مين؟ فلا يجوز. لا يجوز. ولاد القاعدة الجهلية قالت لك لما حاجة تفتح في حاجة تكتسب نفسك. مين بقى القنوات اللي بتصب في الاثنى عشر؟ يا جماعة انا عايزة المقياس ولا عايزة الميل بنكرياتك ضغط؟ قناة البنكرياس الرئيسية اللي هتصب في الاثنى ايه؟ هتبقى زي الاثنى على طول بسبب الكولوم. طيب تسمعوا على المراره المحوصله الملاريه اسمها جول بلادر. سمعتها ليه؟ اهي جول بلادر دي هاي برضه بسنتيكولان. وبص بص بص دي القناه الصفرويه المشتركه كومن بايل دكت. يعني ايه بايل؟ صفر. طيب كومن مش عارف؟ يبقى بص بصوا عايز اقولها لك ازاي بقى؟ ستومك وانتستن وما يفتح فيها. مين اللي بيفتح فيها؟ مين بنكرياتك ضغط؟ ما تقوليش بنكرياس. انا عايزه مين في البنكرياس ده تجيني لون حاجه. الضغط اللي طالعه منه الرئيسيه. ثم كومن بايل ضغط اللي جايه الليفر ومعاه الجول بلاتر اهم الجول بلاتر هو ده المخزن بتاع العصاره الصفراء. دكاتره كتير قوي في الابيثيليوم في الام سي كيو نقول لك منشن ذا ابيثيليوم اوف ذا جول بلادر ونحط لك كذا اختيار والطلبه بتلخبطوا. في ناس بيلخبطوا جول بلادر يعني ايه؟ حوصله المراريه. في حاجه اسمها يورينري بلادر مثانه البوليه حاجه ثانيه. فطبعا كتير قوي بيلخبطوا بين اسمين جول بلادر ده اللي هيصب في الحوصله المراريه اللي هتصب البايل بتاعها فين؟ كومن بايل ضغط ومنها للاثنى عشر للانتستين. على فكره انا خلصت سنه كورونا فاضل فتفوته صغيره. مين يقول لي سنه كورونا دي هتشتغل كام لير؟ 1 لير. طول كورونا سيلز نيوكس ريزن وغول فانكشن ميشن ان. خلي بالك الاولانيه كانت 3 والثانيه هي اللي ابزورب. السكريشن يبقى انا فين؟ ستومك ابزوربشن. سمول ولارج انتستم وهنا لازم تبقى مزوده بمايكرو increase the surface area for. طيب حبايبي انتستن بس وما يفتح فيها. مين اللي بيفتح فيها؟ مين بنكرياتك ضغط؟ كومن باي ضغط اللي جايه من؟ طيب دكتور في حاجه اسمها الخلايا الكأسيه. انتوا عارفين العرق هم اللي اكتشفوها؟ ممكن تدفي شويه حبيبي؟ ثانيه عارفين كل اللي هشوفه الحته دي. حد شايف الحته اللي عامله زي الكأس دي؟ أه. عشان كده سموها الخلايا كأسيه او جوبلت. لو انت فهمت. لا لا سؤالي بقى اسمع السؤال ده يا حبيبي. يا رب اسمع. انت شغال ولا لسه؟ طيب عارفين الخلايا الكأسيه قلنا بتفرز ايه؟ ميوكس بس ايه؟ كميات. ده من كتر الميوكس اللي بتعمله بعتبرها غده وحيده الخليه. اسمع الكلمه دي هنستخدمها بعدين تاني. يوني سيلولار جلاند. يعني ايه الكلمه دي بقى؟ غده مكونه من خلايا واحده. ده عشان بتعمل ايه كتير؟ ميوكس كتيره لا يكفي. فمحتاج ميوكس يهم غالبا للصفصافه. احنا قلنا في الانتستين
تظبط ايه يا حبيبي؟ هو ايه اللي في الاتصال؟ اكل ايه؟ فرنس ايه اللي بقى؟ احنا عايزين نحتفظ بالاكل ده زيادة بعد ما تحضر. مش دي فترات؟ الفترات دي اسمها ويست ايه؟ اللي هي عندنا احنا بنسميها سبوت. مين اللي صنفها؟ ميوكس. مين اللي بيفرزه؟ فرنس. طب انا عايز الميوكس تاني فين؟ في الريسبيراتوري تراك. يا جماعة الاسبيراتوري في المخاطة كاتش دست يربط التراب. ثم مش في سيليا؟ مش في هنا سيليا؟ تزق الميوكس بالتراب اخ دف او افنة. لا انا عايز اسمع جملة سيلز. ده نوع خاص من مين؟ مش في الاصل كانت ايه؟ لا يا حبيبي خليك معايا. هي في الاصل كانت ايه؟ كولا؟ بدأت تصنع ايه؟ ميوكس. عمل ايه؟ جزء الاعلى منها بقى اكسباندد وذ ميوكس ولا لا؟ during staining مين ديزولف؟ الميوكس فتسيب حته فاضيه في فتبقى كاف شيب. ولادي بعتبرها يوني سيلولار تاب. طب يا جماعه الاقيها في انهي اماكن؟ لا دول يا ريسبيراتوري يا ريتس. طيب خش مع النوع اللي بعده. على فكرة النوع اللي بعده هتلاقيه شبهه قوي. مين خد باله هنا؟ ايه اللي انا سمعته؟ من تسلسل كورونا برضه؟ سالت عليها كلمة سيليا. يبقى اسمه سمبل كولومنا سيليا. قول تاني الاسم. سمبل كولومنا سيليا. مين يوصفوني؟ لا بقى ده نفس الوصف. وان لاير او تول كولومنا سيلز انيوكيس. السطح الحر is provided with cilia. يبقى الفانكشن ايه؟ push fluids او particles in one. يبقى انا فين؟ حبيبي اهم حاجه الفين. احنا قربنا نزعل ولاد دلوقتي. انا لسه ما عملتش حاجه. اهم حاجه مين؟ عارفين الفالوبيا تيوب قناه ايه؟ فالوب. واليوترس يعني الرحم. دول مبطلين بسبب الكولومنا ده يفرز الماده اللي تغذي البويضه. لكن السيليا تزقها في اتجاه الرحم. يبقى بوش فلويدز او بارتيز. طب ثانيه واحده. خلي بالك الساق بتتنفس. والله؟ طب ما الراجل كمان عادي يعني بس افتكر. انا قلت في مين ومعاها حاجه في الريسبيراتور. بص بص الكلمه دي لونج برونكيولز. انا قلت برونكس ولا برونكيول؟ برونكس يعني شعب هوائيه او برونكايز. طب تصغيرها شعيبين توتشي توتشي صفيع. طب وانا عايزه سيليا ليه؟ ما فوق في ميوكس لو وصف تحت يقفلها. فلازم يبقى في ايه؟ سيليا. يبقى برونكيوس سيليا تزق الميوكس على فوق على بره اخ طب. لا مين يقول لي سبت انا خلاص من الكلام ده سريع اشتغل بسرعه قولي كام لاير يلا؟ وان لاير اه طول كلام نفس الميوكس بيزل اوفر فانكشن سوري الفري بوردر از بروفايدد ويز سيليا. يبقى الفانكشن ده وظيفه السيليا اساسا انها بوش فلويدز او باركتز ان وان. طيب مين من ولادي شاطر يقول لي الاماكن؟ فالوبيان تيوب ويوترس. ها؟ لان برونكيولز. وخلي بالك انا ما قلتش لا برونتس ولا تراكير هي القصه في الحته الواسعه لا انا قلت حته ضيقه. طيب حد شاطر بقى يقول لي النوع الاخير اسمه سودو ستراتيفايد كولام. حد شاطر يقول يعني ايه سودو؟ كاذب. والبي سايد عشان في طلبه في الشغل تصمدوا يعني تحس بتف عليك كده يعني لا عمر ولا دخل محاضره ولا سكت اتقالت 100 مره. سودو يعني ايه ستراتيفايد؟ بيسموها بالعربي مصففه كاذبه. سودو ستراتيفايد كولام. لا معلش حد شاف انا رسمتها مره
خليك فاكر رسمتك مرة. نعم. تمام. طب ممكن تسيبوا لإيدكم ثواني ونفهم ده، لأن ده من أجمل الأنواع لو اتفهم، ما اتفهمش يبقى لازم. ممكن نسيب لبعضنا؟ أنا بدرسه كنوع من مين يا ولاد؟ يعني هو كلية وعملية، لكن ممكن يديني انطباع خاطئ إنه 2 أو 3 layers. يعني هو بيخدعني أفتكره 2 layers. لكن هو في الحقيقة عشان كده سميناها مصطفى إيه؟ كاذب. طب ليه بقى بيخدعني؟ اسمع دي. هو 1 layer of columnar cells. بالله عليك أنا قلت طول زي المرة اللي فاتت؟ لا، أنت ملاحظ إن في سيلز طويلة. سيلز جنبها قصيرة؟ أيوه. مين شاف الأتوبيس في مصر؟ مميز قوي دي. حد انا صح جامد كده ده تضرب. طيب المهم يا جماعه الاتوبيس زحمه جدا ولا في القاهره بالذات؟ طيب كل الناس واقفه على ارضيه الاتوبيس ولا لا؟ كل سيلز الناس دي سيلز خلايا ريست على البيزمنت ممبرين. مين فكر يعني ايه بيزمنت ممبرين؟ الغشاء القاعدي اللي بحتاج يقول لك ساعات سريه ساعات سريه. طيب كل السيلز واقفه على البيز من ايه؟ من بيه. لكن هل كل الناس طول واحد؟ بلاش قول طويل وقصير، قول كبار واطفال. يا جماعه الاتوبيس هارد كراود. ما دام زحمه انا اتفقت معاكم على قاعده. اليوكس بتحب أوسع حتة الـ widest part of the cell. مين بقى من ولادي قوي الملاحظة يقول لي بص كده في السن الطويلة في الحتة الواسعة؟ أكيد تبقى فوق، محدش مزاحمني فوق. هو غلط. طب فين في الخلية القصيرة الـ widest part فين؟ تحت. يبقى النيوكلاي بقى رينج بكام ليفل؟ 2 ليفلز. تديني انطباع خاطئ إنه 2 ليفلز، لكن هو أكشولي 1. طب معلش نقف هنا. مرة طالب قالت ان انا شايف حدود الخلايا ما هي باينة انها مرضية. خسرت. هي دي مسبوغة في ايه؟ شغل مخك. مسبوغة في ايه؟ ده محمر وزن يبقى مسبوغة بالهيبوتوكسين وايه؟ هو السلم منين؟ كان بيبان بالهيبوتوكسين ولا عايز سبيشالست ايه؟ يبقى انا هشوف نواياته بس. يعني انا مثلا كولومنا الاقي صف واحد كمان اوبن يبقى سمت الكولومنا. انا بعرفه بشكل مين؟ اليوكس. وهل 1 داي ولا اكتر؟ طب هنا هل بشوف حدود الخلايا؟ لا، انا شايفه صفين نوايات. طب فاكرها كام لير؟ يعني لما سبقنا بعد كده بالبي اي اس فاكرين السمبرين بتاعت السمبرين او الاي جي بقى السمبرين، فعرفنا انها كام لير؟ واحد. طب مين يوصف لي قبل ما اخش في الانواع؟ كام ليا كام؟ 1 ليا. اه اوعى تقول طول كلامنا بسيلز وبس. اول سيلز ريست على بيزمنت، لكن سام سيلز بص الكلمه دي فين تفشل تو ريتش ذا سيرفس عشان قصيره. طيب حبايبي سيلز ار هايلي كراودد، يبقى النيوكلاي ار ارينج تو ليفلز جيفينج فولس امبريشن. يعني ايه الكلمه دي؟ تدي انطباع خاطئ انه تولد، لكن هي اكشولي 1. عشان كده سميناها سوردو ستراتيفايد. بس انا رسمها كام مره؟ انتوا باحثين فيه مرتين في سيليا وواحده ما جاش. النوع الاولاني اسمه ايه بقى؟ ركز قوي، ده مهم قوي في الشغل. سور على فكره ربنا اداله كل حاجه. يعني ايه اداله كل حاجه؟ ده سيليا ولا لا؟ يبقى اسمه ايه؟ سود ستراتيفايد كولومنر سيليد. طيب حد شايف على فكره السيليا دي بيسموها موتايل سيليا. كون انها بتتحرك يبقى دي سيليا حقيقيه. اسمها ايه التاني؟ موتايل سيليا. ثم كمان مين شاف دي؟ الحته الفاضيه اللي عامله زي الكاب دي. اهي دي جوبلت سيلز. جوبلت خلايا كأسيه. اللي بتفرز ايه يا بنتي؟ أنا قلت الميوكس يلقط التراب، كاتش الدست، ثم السيليا. خش الميوكس في التراب اللي فيه أوتسايد. أو اف لف. اسمح لي أنا فين؟ الحتة الواسعة. ينفع يبقى في جوبل سيلز في البرونكيول؟ برونكيول ضيق ولا واسع؟
لو في اليوترس يحصل له ايه؟ الفيل. وده يا جماعه سمعت واحد عنده ازمه رب شعري برونكيال ازمه، برونكيال ازمه ده مشكله برونكيوس ضيقت والميوكس هفرها، فيعيني النفس لا عارف يخش ولا يخرج. تمام؟ طب يبقى النوع ده نيجي يقول اول نوع ربنا ده كل حاجه اسمه. لا اسمع بصحصحك حالا يلا. سول ستراتيفاي كلها سليب وسيل جايين موتاي ومعاها بوبلتسل زيته في بص كمان ايه؟ افر ريسبيراتوري باسجز. مين يقول يعني ايه افر؟ يعني من اول مين؟ النوز لغايه التراكيه اللي هي القصبه الايه؟ هوائيه والبرونكاي. برونكاي دي جمع ايه؟ على فكره الطلبه بيخبطوا جدا بين برونكاي وبرونكيوز. برونكاي ده البلورال بتاع برونكس. لا برونكيول ده صغير. انا عايز اخلي ايه؟ حته واسعه يا مين؟ تراكيه والبرونكاي. برونكاي جمع برونكس يعني الشعب الهوائيه. ولا يا حبيبي انا فاضل لي بس وانا هسيبك امشي من غير ما ازعلك. سودو ستراتيفاي بص النوع ده سودو ستراتيفاي كولومنر برضه ايه؟ سرير بس سرير دي غير قادره على الحرب. سيب لي كده تسمع. نان موتايل سيريا خد عندك بقى. يعني النوع ده كذاب؟ اسمه ايه؟ خلي بالك النوع ده موجود في الرجل الميل جينيتال سيستم. ما الميل كذاب يا معقد. الميل ايه؟ كل حاجه فيه كذابه. انت مش معقد عشان مبتسم. بص كل حاجه فيه كذابه حتى النيكوتين. انا جبت حاجه من عندي اهو. سودو ايه؟ اشتغل. مش عايزين نقول بصوا معطلين بقى حضرتك ولا ايه؟ سو ستراتيفاي كولاب سيريت بس السيريا حتى السيريا كذابه. عارفين ليه ما بتتحركش؟ عشان دي انون ترو سيريا. احنا تخمينا فيها وافتكرناها سيريا. ممكن تسيبوا بينكم ثواني وافهمك الفرق بين حد كبر لي ايه ده؟ دي كانت مايكرو الحقيقه المايكرو باللاي الحقيقيه ما تبقاش طويله كده. المايك انا مسكتها طويله عشان تشوفوها بس سمعني اسمعني. دي المايكرو باللاي بتبقى مشرشره كده. دي اسمها مايكرو ايه؟ باللاي. حد شايف المنظر اللي هرسمه ده؟ مين اطول قوي؟ مين اطول قوي؟ طيب شايف دي؟ المايكرو باللاي بس عايزينها شويه طويله فانا اتخميت فيها وافتكرتها ايه؟ يبقى هي they are not true cilia they are extra long مايكرو باللاي. تبقى موتايل ولا نون موتايل؟ ده فين بقى؟ المين جينيتال سيستم. حد يسمع على البربخ؟ تيتي تيتي مس. بصوا يا جماعه انا معلش هوريك حته المين جينيتال سيستم. اعرف نفسك. مين ده؟ تستس يعني ايه بالعربي؟ خس. ده مكان تصنيع مين؟ الحيوانات الحيويه. اول ما تتصنع تطلع بره على طول ولا تتخزن هنا؟ دي بقى اسمها الابيديدمس. ابي يعني فوق وديدمس يعني خس. طب افرض فيه شويه قعد فتره ما يطلعش سبيرمز. يعني السبيرمز بتعيش يومين ثلاثة وبعدين تبتدي تموت. معقول تطلع سبيرمز ميتة؟ أي حاجة بتموت بيحصلها إيه؟ تتحل بواقيها مين يعمل لها أبزوربشن؟ مايكرو فيلا. يبقى هنا عشان نعمل أبزوربشن يا إما الفلويد يا إما بواقي سبيرمز ميتة. نتحللت. يا جماعة المايكرو فيلاي هنا طويلة أوي اتخميت فيها وافتكرتها إيه؟ انتوا عارفين ان الابيديدمس ده عباره عن انبوبه تسمع يا دكتور ملفلفه كده طولها حوالي 6 متر. ايه ده؟ 6 متر هنا؟ يا جماعه 6 متر دول موجوده في حي 6 سم. اذا لازم تكون ايه؟ ملفلفه ومبطاله بصوته ايه؟ ثانوي ثانوي
بص من غير ما تفكر مسافه الشفا ايه بنلمس ده مين تكمل ايه تبقى سوت ستراتيفاي ولا ستيفن اه بس سيريا نايم. طب اسمعي مش ده اسمه الباص لا اسم ده اسمه الباص ديفرنس اللي هو الوعاء الناقل بالعربي اسمه ايه تاني باص. وانا الابنادمس هيصب فين الباص. طب السبيرمز اللي هتمشي هنا تقدر تتحرك ولا لا؟ طيب دي محتاجه هل تحللت الحاجه ولا السبيرم عايش؟ يبقى هنا افقد المايكروفيلا مش عايز اعمل ابزوربشن يا جماعه. يبقى لي نوع نون سليتد الاخير نون سليتد فين؟ في الباص. استنى استنى الميل كتاب وكل ما يخش في حته يعلمها الكت زي يعني ادي البدايه الستامب بين في الباص. تسمع القناه القاذفه مش مهم هتصب في الاخر في اليوريثرا. عايزك تتعلم الكلمه دي يوريثرا يعني مجرى البول. مجرى البول في الرجل طويل جدا لانه بيعدي في البينس القديم بالعربي. حد شاطر يبص كده حد شايف الحته اللي في الاكيد يعني دي المثانه البوليه شايف الغده اللي محوطه بدايه اليوريثرا دي بروستات ماليش دعوه بيها. قناه القاذفه دي صبت فين؟ الحته الصغيره العريانه دي اللي لا متغطيه بالبروستات ولا متغطيه بالبين دي اسمها ممبرينا سبوت. اسمها ايه؟ بتاع انهي يوريثرا؟ مين يوريثرا؟ دي مش موجوده في الستات حبايبي. انا قلت المين ايه؟ لا تقول يا حبيبي الليل كذاب. قولي الاول اللي فيه سيل